السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ رجعنا لكم تاني في فيديو جديد وحلقة جديدة من لعبة فاكتوري مانجر او محاكي المصنع. وقبل ما نبدأ فيديو النهاردة، ما تنساش تنزل تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. ولو كان الفيديو ده عجبكم، ما تنسوش دعمونا بلايك كومنت وشير كتير للفيديو عشان نوصل لاكبر عدد من الناس. وخلينا نبدأ حلقة جديدة، ليتس جو. زي ما انتوا شايفين كده، قدرنا ان احنا نجمع مبلغ 198,000 تقريبا، نقول 200,000، يعني 200,000 الا حاجه بسيطه شويه. اكيد احنا معانا ماتيريال نقدر نبيعها طبعا، لان احنا معانا حاجات هنا. اولا دي معانا الماتيريال الوود والميتال والبلاستيك، دول معانا من الاول تمام. وهنا في وودن شيلف 378، يعني ده تصنيعه حلو جدا، ده كمان سعره رخيص، يعني احنا ممكن نبيعه لما يغلى. وودن بانل دي معانا من الاول اصلا، كنا بننتجها يعني. وودن شير عامل 306 اصلا، 350 سعره الاساسي. طب يعني احنا كده نقدر الدراور ده تقريبا نقدر ان احنا نطوره دلوقتي، نجيب الاله بتاعته. لم دي اف معانا، بلانك معانا من الاول. طيب خلينا دلوقتي اصلا، معذرتنا يا شباب. طب خلينا دلوقتي الاول نشوف الماتيريال اللي معانا. اوكي، مفيش اي عروض على اي حاجه غير البلاستيك، فكده كده هنشتري زي ما قلنا، لان مش فارق معانا التمن، وكده كده بنكسب زي ما الكومنت قال لنا. فخلينا نشتري كل الحاجات دي 184. طيب خلينا بقى دلوقتي ان احنا نروح لبوب هاردوير او بوب، محل بوب عامه، ونشوف ايه الحاجات اللي احنا ممكن نطورها. احنا قلنا ان احنا نطور خط الخشب كامل، بعد كده نقدر ان احنا نشتري الحاجات التانية زي الميتال والبلاستيك. فاحنا كان فاضل لنا 4 آلات في خط الخشب، في خط انتاج الخشب، ونكون خلصنا كل انتاج الخشب. هنخلصهم دلوقتي مع بعض على طول، لان احنا في الحلقة دي احتمال كبير جدا ان احنا نطور خط انتاج الحديد، لان البلاستيك ما جبناش فيه حاجات كتير، انما الحديد المره اللي فاتت جبنا فيه شويه حاجات. وبرضه هنشوف احنا محتاجين ايه في الالات، لان بص هنا بيقول لك عشان تعمل حاجه محتاج حاجه ليها. فلو احنا كنا محتاجين في ان احنا نكمل الخشب، اللي هو فين الخشب؟ اوكي هنا. طب يا جماعه دلوقتي زي ما قلت لكم ان احنا محتاجين ان احنا ناخد البليت ورك بنش والبنش ورك بنش برضه والدراور والديسك ورك بنش تمام. فاحنا هنشتريهم خلاص، اشترينا دي تمام، ونشتري دي كمان، ونشتري دي كمان. حلو، معانا لسه 111,000. هنروح نركب دول عشان نشوف هم عايزين ايه، لان احنا اصلا ممكن نكون، انا افتكرت ان دي عربيتي، ممكن يكون ان هم محتاجين حاجه مننا ان احنا نطور بسببهم البلاستيك مثلا، يعني يكون محتاجين ان احنا لازم نعمل تطور للبلاستيك عشان يرضوا ان هم يشتغلوا معانا. فلو هم محتاجين كده هنطور البلاستيك، لو طلع ان هم مش محتاجين اي حاجه تطورات جديده هنطور الحديد، لان احنا اوريدي المره اللي فاتت طورنا فيه جزء، فممكن نكمل تطوير بقى الحديد. يعني نشوف الاجهزه التانيه ايه ونشتريها مره واحده. طب هو المفروض ان كل حاجة شغالة، لان احنا عندنا الماتيريال كله تمام، كله شغال. دول لا، دول لا، لان هم محتاجين حاجات تانية. اوكي، محتاجين سكرو وود بانل وودن كلون سكرو. طيب ما السكرو ده احنا كنا عايزين نطوره، لان احنا جبنا واحد بس بيدينا سكرو. ثواني بس، ده اللي بيدينا سكرو صح؟ انا عايز ادخل بس. ممكن؟ ممكن؟ لا مش ممكن، لازم ندخل من هناك. طيب ده اللي بيدينا السكرو صح؟ سكرو ماشين بتدينا واحد في كل مرة، انما ده بيدينا متل عادي يعني. متل؟ لا هو بيدينا ايه اصلا؟ متل رود. مش محتاجين المتل رود معانا اصلا، متل بليت ومتل بليت. يعني ده ما كناش محتاجينه اصلا، بس جبناه غلطة. ده اللي احنا محتاجين منه اتنين تاني ولا حاجة. يعني كده كده شكلنا هنطلع بره النهاردة في الحلقة دي يا شباب. شكلنا هنطلع بره في الحلقة دي. اوكي، خلينا نحط طيب الآلات التانية دي. اعتقد ان احنا اصلا مش عندنا البليت ورك بنش دي. دي ايه بقى؟ وودن شيلف. اوكي، هو كده جاله سكرو عشان كده قام من مكانه. طيب خلينا نحط البليت ورك بنش، اعتقد ان هي هتتحط كده صح. اوكي، دي جنب دي. انا بس مش عايز اتعلق، لان في جليتش بيحصل بيخلينا اتعلق في المكان في الكرسي تمام. طيب يعني تقريبا معوج، بس نمشيها لبعض، لان كده كده شكلي هنقلهم اصلا من هنا، شكلي هنقلهم من هنا مش هسيبهم هنا. اعتقد انه تمام كده. انت محتاج، اوكي مش محتاجين اي حاجة فيها بلاستيك تقريبا،
كل حاجة محتاجين حديد. ثواني خلينا نشوف ده محتاج ايه. برضو محتاجين حديد اللي هو السكرو يعني. اوكي برضو نفس الكلام. لا انت اصلا مش تبعنا، مش تبع الجزئية دي يعني. طيب يبقى احنا كده محتاجين ان احنا نجيب الات زي دي السكرو، والسكرو اصلا بيحتاج متل، فاحنا محتاجين نجيب اتنين تاني متل ولا حاجة، او قول تلاتة تاني متل، ومحتاجين تلاتة سكرو عشان نقدر ان احنا ندي ماتيريال للخشب ان هو يعمل لنا الحاجات اللي هو هيعملها دي. فاحنا كده محتاجين ان احنا نجيب اتنين تاني من دول عشان يبقى معانا اربعة، محتاجين تلاتة من دي عشان يبقى معانا اربعة، وهنسيبهم بره بقى، هننقل دول على التانيين اللي احنا هنجيبهم. فخلينا نعمل كده. بس قبل ما نعمل كده خلينا نروح لمكتبنا ونشوف الحاجات اللي معانا ايه، والحاجات اللي احنا المفروض نشتريها ايه، لان الماتيريال اللي معانا اكيد نقصد، وبقى معانا حاجات كتير اكيد في المخزن، فمش هنقدر ننتج، فلازم نبيع. طيب اوكي، انا اعتقد ان البلاستيك في المخزن بتاعه اتملى. تمام، فخلينا كده نروح للبلاستيك. ايه اللي بيدينا البلاستيك اصلا؟ اوكي خلينا نشوف الحاجات البلاستيك اللي عندنا. بلاستيك بانل صح، هو اصلا بلاستيك عادي، فالبلاستيك بانل هو اللي بينتج لنا من البلاستيك، فخلينا نبيع البلاستيك بانل ده، مش مشكلة. سيل اول، سيل اول. طيب دلوقتي عندنا برضو الام دي اف احنا محتاجينه في حاجات، وودن كلومن محتاجينها في حاجات، اللادر ده مش محتاجينه في اي حاجة وسعره غالي ومعانا منه اربعة، فخلينا نبيعه. تمام، الوود بانل محتاجينها طبعا، السكرو ده هو الحاجة الوحيدة اللي ناقصة من عندنا، بتنتج لنا انتاج ضعيف اصلا. بلاستيك بليت، بلاستيك نفسها ماشي، بلاستيك بليت خلينا نبيعها مش مشكلة بقى. طيب ميتل بليت، دي ميتل بليت مش بلاستيك بليت، سوري انا ما كنتش شايف. طيب مش مشكلة، مش قضية كبيرة يعني. حلو الكلام. طيب احنا اشترينا الماتيريال وبعنا الماتيريال الزايد او الانتاج الزايد عننا. كمان ده كنا عايزين نجيب والله، عامل 50,000، 50,000. بس احنا محتاجين نجيب اجهزة الحديد الاول او الات الحديد الاول قبل ما نعمل ده. هنحطها، ممكن نحطها فين؟ مشكلة في كده، ممكن نبدأ نحط الحاجات منين؟ من هناك مثلا، من بعيد كده، ولا من هناك، ولا من هنا جنب دول؟ احنا ممكن نحطهم جنب دول هنا كده في الجزئية دي مثلا، ممكن نحطه في الجزئية دي او في الجزئية اللي هناك دي، هنشوف برضه، هنشوف نجيبهم. بس الاول يعني انتوا اقترحوا علينا نبدأ ان احنا نحط الحاجات فين بره، يعني نخلي انهي جزء هو جزء الانتاج، ولا نحط كل واحد يعني الخشب لوحده في مكان لوحده والحديد لوحده في مكان لوحده وهكذا. فانتوا اقترحوا علينا، لان المساحة اللي بره كبيرة جدا، بتخليك ان انت تحط تقريبا 100 جهاز ولا حاجة، فمساحة كبيرة ما اقدرش ان احنا نحط فيها دلوقتي يعني. طب يا جدعان قررت ان انا احطهم هنا لحد ما انتوا برضو تقترحوا علينا، لو لقينا ان المكان ده مش حلو هنغيره يعني، فهنحطهم هنا مؤقتا لحد ما نشوف اقتراحاتكم ان احنا نسيبهم هنا ولا نغيرهم. دي المتل العادية، دي تقريبا الالة العادية اللي بتدينا متل بليت. تمام، ودي برضو واحدة زيها. الفلوس ما كفتش طبعا ان احنا نشتري السكرو منه كتير، اشترينا واحدة بس، لان احنا كنا محتاجين واحدة تانية من متل رود، كنا محتاجين واحدة تانية من المتر رود. فا اوكي الالات طبعا هتبقى تركيبها صعب جدا، لان دي كمان معوجة زي ما انتوا شايفين، اللي نحطها هنا وبعد كده نرجعها. مش مشكلة لو ما كانوش قصاد بعض يعني، دي ودي ما كانوش قصاد بعض، اعتقد ان هي مش مشكلة، اهم حاجة ما تكونش مايلة. بس دي اللي هتدينا المتر رود. اوكي خليها لوحدها، خليها لوحدها، خلينا نعمل كل واحدة في صف لوحدها، يعني كل انتاج حاجة معينة لوحده، مش عايزين حاجة تبقى مع اخت مع عكس شغلها. اعتقد انه هنا برضو مظبوط. تمام جدا، تمام جدا، تمام جدا. هما دول مش قصاد بعض، بس المفروض ان هما يكونوا معدولين على الحيط مش معوجين. تمام، فهي دي الفكرة يعني، ده اللي هيدينا السكرو. اوكي عايزين نروح نجيب التاني بتاعه اللي هو شبهه، وعايزين نجيب اللي شبه ده برضه هناك. هو ده مش شغال ليه ولا ده شغال؟ اه بس هو ما بيعملش اي حاجه. تمام، دي يا شباب اخر اله ننقلها، السكرو ماشين. طبعا زي ما انتم شايفين العمال كلها مشيت لان اليوم خلص، وهدوء عام على المكان بطريقه رهيبه. طبعا المكان هنا يا دوبك هيشيل الالات اصلا، انا قلت المكان ده يشيل 100 اله، بسحب كلامي، ما اعتقدش ان هو يشيل 100 اله، ما اعتقدش، انا قصدي 100 قلم من كل نوع يعني. بس لا لا مش معتقدش كمان، انا متاكد ان هو مستحيل يشيل الكميه دي،
لو نوع واحد ممكن بالعافية كمان، مش هيكون واخدين راحتهم قوي. خلينا بس نظبط دي الاول لان دي اوكي. لا ده ميتال سكرو هنا، انا نسيت، بس انا نسيت، احنا قلنا كل حاجة جنب اختها، يعني يبقى الصف ده معروف لكذا والصف ده معروف لكذا عشان نبقى منظمين شوية يعني. حلو النظام، حلو النظام، النظام حلو. طيب ده هيمشي برضه على البيت، روح يا ابني. طيب دلوقتي احنا معانا كميات اكيد من الانتاج بتاعنا، كميات كبيرة لان احنا اصلا بقالنا فترة شغالين، فما بعناش اي حاجة تقريبا غير شوية الحاجات اللي بعناها معاكم الصبح، يعني لما كانت الساعة تقريبا 12 حاجة زي كده. خلينا كده ندخل على الكمبيوتر من هنا، مش لازم نروح البيت بقى. المفروض يبقى معانا السرير هنا ننام فيه، مع ان انا المدير يعني المفروض انام في البيت، بس يعني عادي برضو يمشوها يعني، مش كل حاجة كده تمام. طيب معانا ايه بقى؟ معانا ميتل بليت، خليها عشان احنا بناخدها اصلا للميتل سكرو، للسكرو نفسه تمام. طيب اوكي، معانا سكرو واحد، معانا وودن شيلف دي مش عايزينها، احنا ممكن نبيعها بس سعرها نازل واحنا اصلا هننام، فخلينا نبيعها تاني يوم احسن. طيب ووتر، لا 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 مش معانا، انا بحسب معانا منه حاجة خزان مية. طيب شير برضو تمنه نازل فسيبه. السلم ممكن نبيعه واحد بس، بناخد وقت كبير في تصنيع الحاجات دي يمكن عشان احنا اصلا معانا من كل حاجة واحد بس هو اللي بيصنع. درور سعرها حلو بس تمنها نازل اصلا. طيب البليت سعرها حلو بس تمنها نازل اصلا. اوكي ايه كمان، ايه كمان؟ الترابيزة سعرها حلو بس نازل، حاجات كتير سعرها حلو بس اصلا نازل، فانت فاهم، فمش هنقدر نبيع، مش هنقدر نبيع عشان هنخسر، لا عادي ممكن ان احنا منخسرش، بس اصلا ليه نبيع واحنا دلوقتي يا رايحين ننام وهنقوم تاني يوم، فممكن نبيع في تاني يوم ده لما نقوم يعني، يبقى افضل صح. المكان ده انا جيته قبل كده انابيب وجرادل وبتاع، دي اوضة عمال بس ليه مفتوحة؟ ودي دي ايه دي؟ دي مطبخ او حاجة شبه كده، او اوضه لبس تقريبا، بس ايه الكراسي دي؟ الجماهير بتشجعهم يعني ولا ايه؟ مش فاهم. طيب عموما احنا دلوقتي محتاجين فلوس كتيرة جدا يعني، شوية 100,000 اقل حاجة عشان نشتري التين تاني على الاقل من دول، من كل واحدة من دول، لان احنا محتاجين كل واحدة من دول، كل واحدة من دول احنا محتاجينها، محتاجين المتر رود ومحتاجين السكرو، لان دلوقتي الخشب محتاج مننا كل انواع الحديد او كل مشتقات الحديد اصلا. زي ما انتوا شايفين كده يا شباب، دلوقتي التكلفة بتاعت العمال بقت 1200، فاحنا لازم ناخد بالنا من الحاجة دي لان احنا الفلوس اللي بتبقى معانا في اخر كل يوم بتبقى قليلة، فممكن نتزنق فيها يعني. طيب صباح يوم جديد يا شباب، خلينا كده نشوف ايه الحاجات اللي عليها تخفيضات، او اعتقد ان اوكي في حاجتين. طيب احنا محتاجين نشتري ومحتاجين نبيع، هنشتري كل حاجة طبعا، لازم نشتري ماتيريال اصلا. اوكي طبعا مش هيبقى معانا فلوس، طيب بس احنا محتاجين ان احنا نبيع من هنا حاجات كتير لان معانا حاجات كتير ملهاش اي لازمة بالنسبة لنا. اوكي كنا بنتكلم عن حاجات كتير منها ان احنا مش محتاجينه ده تمام، تلاتة معانا منه خلينا نبيعهم. اوكي الكرسي معانا منه خمسة ومش محتاجينه وسعره حلو خلينا نبيعه. كمان الكلومان اعتقد ان احنا محتاجينه. الدرور سعرها حلو ومعانا منها. اوكي ايه كمان؟ البليت او البالت دي ما اعتقدش ان احنا محتاجينها بس سعرها نازل. الديسك سعره نازل بس هنبيعه لان هو اصلا سعره غالي جدا الديسك ده، احنا محتاجين نعمل منه كتير، محتاجين ان احنا نجيب حد يعمل ديسك ده منه كتير كتير جدا، ده اغلى حاجة في الخشب، اغلى حاجة في الخشب، فاحنا محتاجين ان احنا نصنعها بكميات كبيرة يعني. المرة الجاية ان شاء الله هنجيب 4 ديسك، في الحلقة الجاية هنجيب 4 يعملوا ديسك، لازم نعمله كتير جدا كمان، ونشوف الماتيريال بتاعته ايه ونحاول ان احنا نطورها عشان يديلهم موارد كتير جدا، عشان يدونا انتاج كتير جدا تمام. وهنطور معاها برضو الحديد يعني، ان شاء الله الحلقة الجاية هتكون تطوير كامل للحديد، تطوير كامل، هنحاول ان احنا نجمع مبلغ فوق 200,000، ممكن نحاول ان احنا نوصل 500,000 ولا حاجة، هنطور بيهم الحديد كامل، خط الحديد كامل، ونطور برضو الخشب شوية تاني، نجيب من كل حاجة بقى 2 أو 3 زي ما احنا عايزين تمام. فدلوقتي خلينا نكمل بيع. اوكي التيبل حلوة حلوة على فكرة، التيبل 400 يعني، هي واللادر 400 برضو، 450 اللادر كمان. اوكي فاعتقد ان هما حلوين جدا،
حلوين جدا. تيبل وديسك ولادر حلوين جدا. طيب خلينا نبيعها التيبل. ايه كمان معانا؟ ايه كمان معانا؟ ما اعتقدش ان احنا معانا حاجة تانية. اوكي ما اعتقدش ان احنا معانا حاجة تانية ممكن تتباع، ما اعرفش ازاي احنا معانا الفلوس دي بس. طيب اوكي خلينا نشتري من ده ونشتري من ده مرة ونشتري من ده مرة. مش معانا اي فلوس نعمل بيها اي حاجة تانية، لان كل الفلوس خلصناها اصلا اوريدي. فدلوقتي محتاجين ان احنا نجمع فلوس عشان نكمل الحاجات اللي معانا. بس احنا اصلا اوريدي جمعنا كام حاجة حلوين، خلصنا انتاج الخشب كامل كده، بقى معانا كل الاجهزة بتاعت الخشب تمام. وجبنا كمان شوية من الحديد. خلينا كده نروح عند بوب ونشوف ايه الحاجات اللي احنا محتاجين ان احنا نعملها اصلا. طيب احنا دلوقتي عند بوب يا شباب، فخلينا كده نشوف. طيب احنا جبنا كل الحاجات اللي هنا، كل الحاجات اللي هنا دي جبناها كلها تمام. فاشترينا الالات دي كلها عندنا في المصنع، جبنا من دي من الميتل بليت، جبنا منها حوالي بقى معانا منها 4 غالبا، والميتل رود بقى معانا منها 2، والميتل سكرو ماشين بقى معانا منها 2، فاضل الرفاين الرينفورست تقريبا، الرينفورست حاجه زي كده، فاضل لنا ان احنا نشتريها دي لان هي قبل السكرو ماشين، وفاضل لنا الميتل شيت تقريبا. ف دي الحاجات اللي احنا محتاجينها الحلقه الجايه ان شاء الله هنجيبها، الميتل شيت الرينفورست دي، وهنجيب الميتل باي والميتل شير والميتل بارل والتراش بن والميتل تيبل، كل دول هنشتريهم الحلقة الجاية. فاحنا محتاجين تقريبا مبلغ من 500 ل 600 ألف عشان نقدر ان احنا نشتريهم، مع ان احنا هنطور الحاجات اللي عندنا من الخشب. البلاستيك هنسيبه لآخر حاجة، انا هي جت معايا كده، مع ان انا حاسس ان احنا في انتاج الحديد هنحتاج حاجة تبع البلاستيك، فربنا يستر وما نحتاجش في الحلقة الجاية عشان نحاول ان احنا نطور البلاستيك في حلقة لوحده. فده كان كل معنى حلقة النهاردة. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اتمنى كمان انت لو وصلت لهنا ولسه مش مشترك في القناة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان نوصلك كل الفيديوهات الجديدة. اشوفكم على خير في الحلقات الجاية، ومع السلامة.